عامله غموس جبنه الريكفورد وهنقدمه بطريقه فنيه شويه تفتح النفس للولاد، بدل ما يجيبوا سناكس اللي بتتجاب من السوبر ماركت والمقرمشات اللي عليها مواد حافظه. مواد الحافظه يا جماعه خطر جدا 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 في 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 ان هي بتعمل على تشتيت انتباه الاطفال، بتخليهمش يركزوا، بتخلي الذاكره بتاعتهم ضعيفه، ليها مخاطر كتير جدا. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نستبدلها بحاجات طبيعيه او نبعد عنها خالص، يعني من الافضل. يعني عاملين ايه؟ عاملين غموس الجبن الريكفورد، مقاديره هتنزل معانا دلوقتي على الشاشه. برضو ده غموس داخل فيه زبادي، هو غموس يعتبر خلاصه الكالسيوم، زبادي مع لبن مع جبنه ريكفورد. فلو الولاد عندنا حبوا طعم الجبنه الريكفورد هيحبوا الغموس ده جدا، ويبقوا قاعدين كده بياكلوا الخضار ويغمسوه في الديب ده اللي احنا عاملينه، هيبقى الموضوع لطيف قوي. ما حبوش الجبنه ريكفورد استبدلها باي حاجه تانية زي ما قلنا، اي نوع جبنه كريمي، اي زيتون، اي جبنه تشادر، اللي احنا عايزينه ولادنا بيحبوه. مكونات الغموس معايا: كوبايه لبن كبيره، معلقه نشا لو المقادير تنزل معانا على الشاشه، اوكي، معلقه لبن، معلقه صغيره نشا، 2 معلقه كبيره جبنه ريكفورد او زي ما قلنا نقلل او نزود، 2 كوبايه زبادي، شبت مفروم، نص معلقه سكر، هظبط طبعا ملح وفلفل في الاخر زي ما انا عايزه، بقدمه مع خضار كده للتقديم. هشوف بقى معايا انا هعمل ايه. انا هعمله على شكل حاجه كده فنيه للاطفال الصغيرين، شكل مثلا ناخد معانا، محتاجه ايه؟ خيار. انا محتاجه خيار، يعني الوصفه كلها تقريبا خيار. هجيب خيار، هنقي خيار كبير شويه، ولو صغير خلاص اوكي يعني، بس ده شكله هيبقى لطيف اكتر. هقسم الخياره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي ان انا هنا اقطع كده، وباجي لو الكاميرا بس تقرب معايا بعمل قطعتين، وهبتدي ان انا اتخلص من الجزء ده علشان البق يبقى مفتوح معايا بالشكل ده. هاخد ايه تاني؟ انا هبقى محتاجه خله يا سيد، 2 خله كده بعد اذنك، وهاخد حته من الفلفل، تنفع فلفل، تنفع طماطم، تنفع اي حاجه هم بيحبوها. قطعتها كده تقطيعه بسيطه جدا، يعني حاجه عشوائيه دي، هحطها كده عشان تديلي، اوكي، عشان تديلي شكل اللسان كده. انا اهو اوكي، حاجه بسيطه قوي، بس انا هسويها بس شويه عشان حساها عريضه قوي، وهبتدي ان انا احطها بالشكل ده. هاخد مثلا 2 طماطم شاري صغنطوطه، بقسمها من النص، شكرا يا سيد. خد واحده خله، المقادير نزلت معانا على الشاشه لو حد عايز يصورها معايا، غموس الجبنه الريكفورد، اوكي، اطلع بس دي كده، نزلها عشان تتثبت بس. الافكار دي حلوه قوي بقى، ان انا لو عامله عيد ميلاد للولاد الصغيرين يبقى في كورنر كده، ما يبقاش العيد ميلاد كله حاجات ضاره وسويتس وكيك، لا، يعني ممكن اقدم لهم حاجات صحيه طعمها حلو وشكلها يفتح النفس، وهتخلي الولاد تنجذب للي انا مقدماه ده. حاجه تانية، انا هبدا بالشكل وهنعمل الغموس، ما تقلقوش. حاجه تانية انا مقدماها مع الافكار دي اللي هتتقدم مع الغموس، عامله حاجه شبه الحاجات اللي بنجيبها من السوبر ماركت. ده ايه؟ ده عيش توست اتقطع بقطعات وتحمص. ده انا ممكن انكهه باي فليفر كمان انا عايزاه، بس انا عندي اوريدي الغموس، فانا مش محتاجه ان انا اخلي له اي نكهه. هنشوف برضو هنعمله ازاي، بس اول حاجه انا قطعت هنا شويه خس، ابتدي احطه كده اكنه زرع، يعني زي ما اتفقنا ممكن هنقف شويه 10 دقايق زياده عن الوقت اللي احنا يعني بنحتاجه لتحضير وجبه للاطفال، بس هتختلف ان هي هتفتح نفسهم وهتخليهم يحبوا الاكل الصحي ده. هبتدي انا عامله ايه تاني؟ عامله قطع الخيار لو احنا شايفين كده، قطعت سلايسز كده بالشكل ده، وببتدي ان انا اقطعها عندي مدوره، بضغط بيها وبقطع، بس انا بحاول ان انا اخد كمان من القشره، لان دايما الفيتامينز بتبقى موجوده في القشره،
طبعا اغسله كويس جدا وابتدي ان انا اقطع الخيار ورا بعض ورا بعض ورا بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا مقطعاه كمان عشوائي عشان انا عايزه اللون الاخضر يبقى جاي معايا كده عشوائي زي ما احنا شايفين كده. هبتدي بقى الفه واخليه ياخد شكل كيرف شويه بس كده داير ما يدور عشان يبقى الشكل طبيعي. بسيط جدا 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 بس قدمت خضار اللي الولاد بتحبه بشكل مختلف، ولو ما بيحبوهوش الشكل هيبتدي يجذبهم وده اللي احنا المفروض نشتغل عليه. الشكل ده انا هعمل ايه تاني؟ هاخد جزء من الخيارة من نهاية الخيارة اخليها ظهر معايا كأنها دي كده زي الديل بتاعي زي ما احنا شايفين كده. هاخد ده كده الشكل معانا اول حاجة بدأنا فيها وجهزناها. مكونات بسيطة قوي، خيار، تشيري توميتو، فلفل، عملنا الشكل اللي احنا شايفينه بمنتهى البساطة بس شكل مختلف يفتح النفس للولاد. كنا بنعمل ايه؟ بنعمل غموس الجبنة الريكفورد اللي هنقدمه مع خضار بشكل فني كده يجذب الاطفال الصغيرين. الغموس احنا عملنا له ايه؟ الخطوة الاولى عشان تلحق تبرد ان انا كوباية اللبن سبتها تغلي على النار، نزلت فيها مكعبات الجبنة الريكفورد، كنت مدوبة شوية لبن صغيرين قوي في معلقة نشا بره عشان الصوص يبقى القوام بتاعه تقيل زي ما انتم شايفين كده. لو الكاميرا جايبة معايا وانا بدلق الصوص تقيل، انا عايزاه قوام تقيل بالشكل ده. هبتدي ان انا انزل اللبن المدوب فيه الجبنه الريكفورد، هنزل معاهم الزبادي بس انا مش عايزه اخد الميه دي مع ان الميه دي مفيده جدا، يعني ممكن اخد جزء منها وجزء لا عشان انا بس مش عايزه القوام بتاعي يبقى خفيف قوي. اهو خدت شويه برضو. دايما في ناس بتاخد الزبادي ده يروح دلقين المايه دي ما يستعملوهاش بس المايه دي مفيده جدا. هقلب بقى الزبادي بتاعي هيعمل ايه؟ يهدي طعم الجبنه الريكفورد معايا. هبتدي اظبط الخليط ده، اظبط له ملح وفلفل وزي ما قلنا رشه السكر لا غنى عنها، رشه صغيره كده تبرز بس النكهه. نحط الفلفل الاسود، هنحط الملح وارجع ادوق الملح لان الزبادي طعمه هادي فهنحتاج هنا ملح زياده عن وصفه الصوص بتاع الجبن. نبتدي نشيل دول كده وهدوق الملح واشوف انا كده محتاجه ملح تاني ولا لا. محتاجه رشه بسيطه قوي قوي، شويه فلفل اسود كمان بس طبعا اللي مش عايز يزود فلفل اسود عشان الاولاد الصغيرين خلاص. وهبتدي احط معاه الشبت المفروم حتت صغيره قوي. غموس طعمه حلو جدا، اطفال صغيرين كبار هيعجبكم جدا ان شاء الله. بالشكل ده هبتدي ان انا عايزه اقدمه معايا في كذا بوله كده عشان تبقى جنب الاشكال بتاعتي. نقول سريعا مكونات الغموس دي كانت ايه؟ كوبايتين من الزبادي، كوبايه لبن، عليهم معلقتين كبار من الجبنه الريكفورد، عليهم معلقه نشا صغيره تدوبوا الاول على البارد شويه كده ما اللبن غلي ونزلتهم عليه، معايا شبت، ملح وفلفل اسود، رشه سكر صغيره. تدي كده نشوف بقى كمان البايتس اللي انا عاملاها المدوره دي من العيش التوست عملناها ازاي. دلوقتي ادي قطعت على جنب، دول خلاص مش محتاجاهم يا سيد. ادي قطعت العيش التوست بتاعتي، هبتدي ان انا افردها بنشابه، هرفعها خالص وهبتدي ان انا اخد القطاعه اللي انا قطعت بيها الخيار عشان يبقى الشكل كله كده فيه سيمتريه
ويبقى لطيف. قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تقريبا الواحده التوست بطلع منها 4 من دول، هدخلهم يتحمصوا، اخدوا اللون الذهبي ده، هقدمهم معايا في الاكل. الباقي ده طبعا مش هنرميه يا جماعه، بدخله يتحمص وبستعمله كبقسماط مطحون. كل الحاجات دي كده خلاص يا سيد. اكمل انا هنا سريعا بقى التقديم بتاعي النهائي. ممكن اقدمهم بطريقه تانية، ان انا اقدم قطع جزر اتقطعت بالقطاعه زي الخيار كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، في الوان تفتح النفس تشد الولاد الصغيرين. عايزه بس حتت خضره تبين مع قطع من الجزر بالشكل ده. هوقع كل اللي عملته. جزرة كمان الشكل اللي احنا شايفينه. موضوع بسيط جدا جدا جدا، ما اخدش مننا وقت غير يعني 5 دقايق زيادة عن الطبق العادي اللي انا هقدمه للولاد الشكل ده كده. ممكن اقلل دول خلي اقصر الشكل ده، اظبط بس شكله، احط شويه من الغموس، اخد شويه من دول، ممكن احطهم في النص او احطهم حواليه كده، تبقى مكرمشات لطيفه قوي. ممكن استبدل العيش التوست ده يبقى عيش بني لو اطفال صغيره عندها سكر او حاجه، بلس ان اصلا الخبز البني افيد بكتير جدا، هو نفس السعرات تقريبا او فرق حاجه بسيطه قوي، بس الفرق ان هو فيه حبوب القمح الكامله، ودي طبعا مفيده جدا ان احنا بنبقى خدنا القمح كامل كده بالنخاله بكل حاجه، ما بيبقاش القشره تخلصنا منها. يعني العيش العادي القشر هو اللي بيبقى فيه الفيتامينز، واحنا الدقيق الابيض ده بنتخلص من الفيتامينز من القشر فيه، والقشور دي هي المهمه جدا.